تعرف على هاتف Honor X8B الجديد كلياً. التقط أروع اللحظات بوضوح مع كاميرا بدقة 108 ميجا بيكسلز. استمتع بتجربة مشاهدة غامرة مع شاشة أموليد بدون ضرر على العين من أجل راحة استثنائية عند المشاهدة. قوة تتخطى الحدود. الحمد لله أنه مجهود الجميع، أظن أنه اليوم كنا تكتيكياً كنا محضرين بالشكل يعني الجيد، وكانت هناك يعني تركيز أكثر يعني من رائع بالنسبه لا من الناحيه الدفاعيه ولا حتى من الناحيه الهجوميه. اليوم يمكن كان مفتاح الفوز هو اننا نسجل اولا ونصل الفريق الخصم، باعتبار انه دفاع المنتخب الكوري ممكن يتلقى يعني هدف اي لحظه، وهذا تزامن مع وجود يعني هجومنا سريع جدا. والحمد لله انه تفوقنا، وصلنا الفرقه يعني المرمى الفريق الخصم اكثر من مره، هدفين كانوا كافيين مع استماتة دفاعية في آخر لحظات كانت كافية على أننا توصلنا يعني المباراة النهائية.